انا من 64. طيب كل على يعني في مر العصور اللي حصلت ديت ما فيش مره اتطورت ولا هي دي اول مره يتطور؟ اول مره اتطور يعني تطوير يعني. عملوا فيه ايه جددوا؟ هم بيضوا عمارتين سووا الثالثه هنا وعملوا الثلاث عمارات دول. بهدف ايه؟ نعم؟ ما قالكمش الهدف من التطوير؟ عشان بقول لك ان ده من دول يعتبروها من التاريخ يعني الاثار بتاع وسط البلد من ضمن الشكل الجمالي بتاع وسط البلد والعامل طبعا دي ما حدش يبنيها تاني. ده اللي موجود في المرة ده. طب رمضان حوالي كمان الاسبوعين اللي فاتوا دول اثرت عليك ازاي؟ كانت كويسه يعني هي ناس البيت ولا ايجابيات ايه؟ الايجابيات على ايه؟ يعني انا بقول ايجابيات انا ممكن تعمل جذب كويس للناس بالنسبه للممر يعني، والسلبيات انها ممكن بتسحب الممر شويه مثلا او يعني بتخلي الناس كلها تبقى مهتميه اكتر بالعطلات وبعد كده. بيقولوا ان هيحاولوا الممر الثقافي هيستضيف كتاب كده. كويس بشوف، هو كويس بشوف. عرضوا عن تاريخ الممر في فتره الافتتاح دي، عرضوا عن تاريخ الممر او عنده ايه؟ لا هو كانوا عاملين حفلات ما كلموش عن تاريخ الممر او الشارع او الكلام ده. هي كده عباره عن حفلات يعني شعبيه كده. بتمثل كده كل الشعوب يعني. شكرا. لا قد ايه في الموضوع؟ انا 35 سنه. طب في السنوات اللي فاتت دي كلها الاقبال زاد بس في الفتره دي كده؟ لا هو زاد البال على الممر عامة على التطوير على دوت على المجد فيه احسن من الاول يعني. بس المجد فيه من الاول هو نفس البال. بس التطوير فيه زاد. طب انهم يعملوا حاجه بقى يعني يعملوا مسرحيه او حاجه ثقافيه هنا في الشارع، شايفها ايه اهميتها بالنسبه لك؟ عادي والله عاديه يعني، لكن الناس تفرح. الناس رايحه جايه ايه ده ده حفله تقف تتفرج تعرف بقى تاريخ الممر وكده. في مسرحيه عملت عن تاريخ الممر؟ او لا بس يقول لي معلومات عن معلومات عنه. قالوا معلومات عنه؟ اه اتبنى امتى الممر دوت؟ تعرف حاجه عن تاريخه؟ نعم؟ تعرف حاجه عن تاريخه هنا؟ لا صراحه مش عارف والله. هو اللي عارف ان الممر بيرر بناه اسمه بيرر من 1800 وحاجه. اه لكن تاريخه بالظبط؟